السلام عليكم، يسعد اوقاتكم. حنحكي اليوم على سكريبت خاص بانشاء الدرج بطريقه كتير بسيطه. طيب خليني اول شيء احكي لكم على فايلات السكريبت، اللي هي الفايلات طبعا بنلاقيها برابط موجود. حفوت على فايل اسمه سكريبت، حانسخ هذا المسار، حروح على الماكس على قائمه السكريبت وحقول له ران. هختار الفايل تبعي اللي هو هذا الفايل وقول له اوبن. هفوت على قائمة الكوستومايز، اوكي كوستوم يوزر انترفيس، على قائمة التول بار، وحلاقي عندي الاسم السكريبت، اوكي اللي هو هاد، وحاختار الكرييت الخاص بالدرج واسحبه وحطه عندي هون مثل ما انا حاطه. بعدين حارجع للفايل تبعي وانسخ هذا الملف اللي هو كوبي، وفوت على مسار الماكس وين نازل حسب النسخة اللي عندي. السكريبت هذا بيشتغل من ماكس 2013 ل 2020، هحطه هون فحيطلع معي هذا الفايل. طبعا هذا الفايل خاص ليعرض لي تفاصيل السكريبت. طيب كيف بيشتغل السكريبت؟ السكريبت اذا بكبس عليه كبسة هيعطيني رسالة انه عم يقول لي حدد الدرج تبعك، يعني في غلط. طيب هحدد هذا الدرج وحاكبس على سكريبت كبسة. هيطلع عندي خيارات كتير للسكريبت، نوع السكريبت كيف هو، مسكر هو مفتوح، ايا كان القياسات اللي انا بدي اياها. طبعا موضحين هن A B C. هقول له بيك فيرست ستيب اللي هو اول درجة، وقول له كرييت، هيعطيني مباشرة هذا الاوبجكت، وحتى على الماتريال بيكون عامل له بالبوليجون ايديات. طيب خليني اختار درج ملفوف سكريبت، اختار لي اول درجه وحقول له مثلا اعمل لي اياه مثلا بوكس كامل كرييت، راح يصير بهذا الشكل. طيب شو ما كان شكل الدرج حاقدر اشتغل بهذا السكريبت، بس طبعا لحد معين في بعض الامور ممكن يعطيني فيها مشكله مثل هذا الدرج. طبعا المشكلة هي لها علاقة بالموديلينج هون، فممكن تصير معي هاي المشكلة. الماتريال بتروح ففيني اعطيه طابة ماتريال وانا اقعد اشتغل فيه. طيب فشو ما كان شكل السكريبت او شكل الاوبجكت اللي بدي اياه، انا بختار نوع الدرج تبعي وبقول له كرييت، بظبط الاعدادات، ممكن اعمل له ايدين يمين ويسار بسيستم معين ايا كان، وروح اقول له اعمل لي كرييت، راح يصير بهذا الشكل. طبعا هذا السكريبت لحد معين بيساعدنا، بس بيسهل علينا كتير امور. ان شاء الله يكون واضح وسهل وبسيط للجميع.